الخوف من الموت، الخوف من الحياة. لا، مين بيخوف أكثر، الموت ولا الحياة؟ نجيب محفوظ قال: الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياة. هيك بيصير الخوف على الحياة من الموت. بس إذا فكرنا شوي بيطلع معنا المجهول هو يلي بيخوف، وإذا اتفقنا على أنه المجهول هو يلي بيخوف بيصير الموت بيخوف أقل من الحياة، لأنه هو مجهول واحد بس الحياة كل لحظة مجهول.